رسالة جت لي، رسالة من أمة تستغيث وتطلب المساعدة. بتقول بعد ما اتقفلت كل الأبواب في وشي، بنتي بقت مدمنة رامادول، واللي كان السبب في إدمانها جوزها اللي هو في نفس الوقت ابن أختي. بنتي بتشتغل اي حاجة عشان تجيب تمن الجرعة اللي بتاخدها، رغم ان عندها بنتين زي القمر. بنتي حالتها بقت سيئة جدا، تزداد سوء كل يوم. بحلم يا دكتور عمرو في اليوم اللي يتخف فيه بنتي وترجع تعيش حياتها بشكل طبيعي. بحلم ومش عارف اذا كان ممكن ده يبقى حلم ولا حقيقة. رسالة مؤثرة جدا الحقيقة، وصعبة جدا. وانا بقراها حسيت قد ايه بالمعاناة اللي عايشها صاحبتها، واللي عايشها الام اللي شايفة بنتها بتضيع قدامها ومش قادرة تعمل لها حاجة. معايا في الاستوديو الام السيدة الفاضلة الاستاذة عطيات عبد الحميد خليفة، ومعايا البنت او الابنة رضا جلال صالح صلاح المدمنة او المريضة. اهلا وسهلا. اهلا بك يا باشا. اخويا ابن اخويا دون اتجوزها بقاله يجي 8 سنين وادمنها البرشام، قال لها خدها علشان ده هينشطك. اديلها لوحده ورجع اديلها اتنين ورجع اديلها تلاتة. لما ادمنته طلقه مع ابن دنشاد وشه زي العسل مره هم. ويا دلوقتي البرشام خلاها جوزت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. مش عارفه هي بتعمل ايه، مش عارفه هي بتعمل ايه يا دكتور، مش عارفه. تيجي تشتمنا في الشارع وتبهدلني وتاخد العيال. والبت قالت لها انا عندي صداع يا ماما، انا واخداه منها بقالي 5 سنين. انا عندي صداع يا ماما، تدي لها نص برشامة من الوحش. البت قالت لا لا، البت قالت لا لا. المهم ايه، قبل ما ناخد العيال بنت اختي راحت نامت عندها ليلي، كانت متجوزه واحد جديد لسه. الجديد دون نامت البت بقى بنت اختي جت لي الصبح اسمها بدري متجوزه، قالت لي يا خالتي هشام جزريري كل ده. انا ما كنتش اعرف اي حاجه، هي بقى مشيت بمزاجها وسبتناها بقى تمشي بمزاجها، لاني ما عنديش الا عيل معوق عنده 40 سنه وجوزي متوفي بقى له 20 سنه وثلاث بنات. المهم ما فيش عندنا يعني. المهم رحت عشان اشوف العيال، لقيته جوزي امها ضربهم بالسلوك، ضرب البنت شادي بالسلوك على سلوك الكهرباء على دراعتها كده اهو وعلى رجليها. خدت العيال بقى من نهاري ودتهم المدارس وادتهم يتعلموا، ومالناش دعوه بامهم لان امهم مش امنه عليهم. انا خفت على العيال من منه الصراحه. بعدين كنت قبل ما يتجوز الجوزه الاخرانيه دي، انا رحت المحامي الاستاذ هاني عبادي، قعدت اعيط له واقول له حش شوف انت نفسي اروح اعالج بنتي، نفسي اعالج بنتي. انا عايز اعرف هي لما اتجوزت عن حب؟ لا حب ولا حاجه. اختك ده كان بيحبها يعني؟ ولا كان بيحبها ولا حاجه. هي كانت وصيه ابوه قبل ما يموت، اتجوز بنت عمته. جات امه قالت لي وصيه اخوكي اللي ابني يتجوز بنت. قلت لها وماله؟ طبعا يكون جوزي متوفي وانا لوحدي، حبيت اجوز البنات. اتجوز. هي اعترفت لك ان هي يعني بتاخد لا هي مخدرات؟ بقت تجيلي يا دكتور عمرو، بقت تجيلي تنام على الكنبه زي الميته بالظبط، وشادة لون النيلي وميتة كده. ايه يا بيت، ايه يا بيت، ما فيش حاجة، انا تعبانة. وحابة وتقوم ماشية. وكل ما اجي اخدها عندي الايام اللي فاتت دي برضك يا دكتور عمرو، لما الاقيها سابت جوزي تجيلي عشان تشوف العيال، تقعد بقى تضرب نفسها في الحيطة عشان عايزة برشام. ما كنتش بلاقيها. تخبط نفسها. احكي لي انت بقى الموضوع عشان اسمعها. وبعت حاجتها يا دكتور، بنامت على الارض. هي؟ ايه اللي حصل بقى؟ بعت كل حاجه. انت اتجوزتي الاول قريبك دوت؟
جوزت قريبي وطلعت منه وجوه. طيب ايه اللي خلاكي تاخدي الترامادول؟ ما كنتش عارف ان هو ترامادول. مين اللي اداهولي؟ هو اداهولك ليه؟ على اساس مسكن. مسكن ليه؟ كنت جايبه بنتين ورا بعض وكنت تعبانه وكنت عايزه ان انا اخدم اهله وانا ما كنتش قادر. اداني دلوقتي ماشيين وانا كنتش عارف ان هو تمر قبل ما ينتشر. قعدت معودني على جامد. وبعدين؟ وقال لي انزلي هاتي بقى فلوس وهاتي بتابع على مونتي وبشكله الاكل يا ليه عشان اجيبه. وفين وفين ما اتطلقت منه وادمنته بقيت اتجوز جوازات انا مش دريانه بيها. طيب انت اتطلقتي منه عشان هو خلاكي ادمنتي ترامادول؟ ايوه. معروف ان الادمان بيخلي الانسان يرتكب حاجات غلط. بس امتلكني عيال عند والدتي. انت بعد ما طلقتي عيالك امك خدتهم وقالت انا قالت انت قلتي انها مش امين عليكم؟ اه لا ما قالتش. لا لا انا كنت انا خدتهم بس من جوايا اللي هي مش امين عليها العيال. ما طبعا هي بتتجوز وتعمل عندها ولاد عندها ايه وايه؟ ولاد ومين؟ عندها شهد وشروق بره هم زي العسل. اربعه وخمسه. اه بنتين زي العسل. يعني امك عندها حق. يعني امك معذوره انها تاخد بنتين من واحده خايفه انها تضرهم. لا وانا تعبانه وبجيبه بالصعب وبجيبه بحاجتي وبالذل. عملت كل ما تجاوز. بعتي ايه بقى؟ بعت قلمونتي. ما كنتش اكل. اروح لحد زي مثلا زي حد اقول انا محتاجه كذا اجيب علاج. واللي جوزوكي دول بيجوزوكي ليه؟ عشان طمع. طمع في ايه؟ طمع. طمع في ايه؟ مش عارفه. يقول لك بتشتغل او بجيب حاجه ويعني بجيب حاجه وواحد برضك يعني بيجيب ليه يعني متعاشم ان هو يتجوزني ان انا خلاص واتجوزني ويجيب لي الحاجه ديت وماشي على كده. بس انا تعبت. وبعدين تعبت. وبعدين بيتجوزك؟ لا مش بيتجوزني. هو عايز يتجوزني. هو عايز يتجوزني وانا معايا لو واحد يا دكتور بدراع واحد الناس بتحتف عليه. دي بيحتف عليه بيحتف عليه يجي يجيب لها ايه اللي هو اساس اللي هي ايه تتجوزه. ان هو يتجوزني. بص اللي اتجوزت حد تاني. استنى برضك استنى برضك اقول لك جايز يسيبوا بعض واتجوزها. هو متعشم اللي هو عايز ياخد نايم على الارض. طب انت جواكي ما فكرتيش في اي لحظه من لحظات انك انت تتعالجي؟ نفسي مش قادره. يعني عندك الاراده انك انت تتعالجي؟ عندي اراده بس مش قادره. حضرتك ما خدتوش برد. انت دلوقتي متجوزه؟ متجوزه وجوزت ديت يعني على الحروك برضك. ده انا ما خدتوش باقتناع. بتاخديه كل يوم؟ ايوه. كم قرص في اليوم؟ باخد بالاثنين والثلاثه. بتجيبيه منين؟ من اي حته. بس انا مش عايزه عشان خاطر عيالي كبرت. واللي بيمسكولي ذليلني. ذليلني. هو السؤال المهم قوي هنا يا رضا اللي انا لازم اساله لك، انت عندك استعداد تتعالجي؟ نفسي اتعالج منه بس عايزه اتعالج بامانه ربنا. نفسي بس يا حاجه عايز اتعالج. عشان خاطر عيالها يا دكتور. كمان مين هيتجوز بنتها لما يكون امها بتبرش؟ مين يا دكتور؟ يا دكتور انا بمسك عيالي بقص لهم شعرهم. انا مش دريانه من قبل. وبتيجي تشتمني وتبهدلني وساعه ما بنشوفها جايه من بعيد انا وعيالها بنقطع العين فوق. مش عارف تشتمني وتبهدلني وتهزقني تهزيق مش في حاجه بتجيب في دماغي. انا ساعه ما اشوفها جايه من بعيد اقول لهم اطلعوا اطلعوا اطلعوا. بنقعد قدام الباب بتاعها واخواتي زعلانين ونقوم طالعين جاريين على مقفلين الباب. انا ما خدتوش برادتي. انا ما كنتش عارف ان هو ده تمر ولا ده ادمان.